الختان أو circumcision بالإنجليزي هو عبارة عن أخذ قطعة بطريقة مفروض طبية علمية عند طبيب مختص، أو بالوطن العربي بياخذون عند الصفوري للصبيان، للبنات في مشافي. و يعني للأسف ما رح أضطر اليوم للختان عند الإناث، لأنه أنا برأيي الشخصي هذا الأمر هو جريمة بحق الفتاة والطفلة والمرأة بكل المقاييس، وغير موجود بالأديان كلها ولا بالشرائع، ولا الله أساسا حلله لأي فئة، وإنما هو عبارة عن رجال ناقصين شرف بخافوا يعني الامرأة تغلط، فبيروحوا بقيدوها بهي الطريقة، لأنه بيعرفوا سلفا ما رح يعرفوا يحموها ولا يدافعوا عنها في حال تعرضت لشي، فبيختنوها. رح ركز على الختان عند الذكور، كونه أساسا الختان عند الإناث ما بقي موجود غير بإفريقيا وببعض المناطق من مصر للأسف، وعم يحاربوه يعني بشدة. في فكرة عن الختان انه هو فرعوني، يعني دخل الطبيعي اللي عندي من فتره على طول في الحروب بتتعرض لها المسيحيه، انه مثلا كل شغله بيروحوا بيجيبوا لك السومري كذا، الفرعوني كذا، اليوناني كذا، بينسوا انه هاي الحضارات كانت بعد ابراهيم، هاي الحضارات كلها بعد نوح. فبنبقى بنحكي عن هاي المواضيع، بس خلينا بكل موضوع نتطرق للحضارة اللي اشتغلت على القصة نفسها. فبالنسبة للختان، في خطأ ثقافي بيقول انه الفراعنة هن اول من ختنوا وبدأوا بالختان للذكور والإناث، حكما لا لسبب معين. ابراهيم وفق الكتاب المقدس، وفق ما بتبلشوا من آدم إلى إبراهيم بتلاقوا في فرق 1500 سنة تقريبا، من إبراهيم إلى السيد المسيح 6000 سنة. بس الفراعنة بأوج نهضتهم الإمبراطورية أو الحضارة الفرعونية، ولما مارسوا الختان قبل 3000 سنة قبل المسيح فقط، فكيف بدهم يكونوا اليهود هن اللي أخذين الختان عن الفراعنة؟ الختان عند الفراعنة كان له أشكال مختلفة، مثل مثلا وضع قفل على الذكور. ما رح أذكر طبعا مصطلحات كتير، تقعدوا تورطوني هلأ حدا ياخذ أجزاء من الفيديو. فكانوا يحطوا قفل أو سلسلة أو حلقة على القلفة لحتى بيستعملوها أكثر شيء للعبيد، للبرابرة، من باب الاستعباد. يعني خصيان الفراعنة معروف خصي فرعون، عطول الخصيان لحتى ما حدا منهم يقترب من الملكة أو من العائلة الحاكمة، فكانوا يخصون. أيضا الفراعنة كملوك كانوا يخصوا بعض منهم، يخصوا بهي الطريقة وضع طفل أو حلقة، كان عندهم إياها هي علامة على ضبط النفس أو الامتناع عن إتيان امرأة، وكانوا بيعتبروا الختان هو تطهير روحي أمام الآلهة لحتى الآلهة ترضى عنهم، إنه هن صاروا عم يتحكموا بنزواتهم وشهواتهم الأرضية أكثر، وهذا الشيء بدل على تقدم وثقافة وأخلاق. هن هي الطريقة اللي وقتها لقوها الفراعنة. خلينا نرجع لأول مين ختن وختن ابنه إسماعيل على وجه كل الأرضية، هو إبراهيم. النبي إبراهيم بدنا نفهم أول شيء ليش الله أمره بالختام بالختان. هل يعني الرب الإله عنده هواية بجمع قلفات مثلا، أو هل بيرضي الختان كختان كقطعة جسدية، ولكن شو السبب بالضبط؟ أول قصة لازم نعرفها، لو كان الختان له علاقة بالتقرب من الله، هذا الشيء اللي بيمتازوا فيه حاليا بالعصر الحالي اليهود والمسلمين، فلو له علاقة بالتقرب من الله من بعيد أو من قريب، ما كان الله نطر من آدم لنوح 1550 سنة على الضبط، ما كان نطر 1550 سنة لطلبه من إبراهيم، كان طلبه من آدم من أول ما أنزل آدم إلى الأرض. هي وحدة بلا آدم، كانت حطوا شرط على نوح، ما نوح كان في معه الشعب كله فاسد وشعب كله للزوال، وبقي نوح وعائلته وولاده، فكان اشترطوا على نوح انه انا رح اختارك شعب مختار لإلي ومن نسلك اقيم البشرية كلها، ولكن اختتن انت واولادك. ما حطوا على نوح، حطوا على ابراهيم.
بدنا نعرف شغلة، الختان مثل كتير عادات تانية منتشرة كانت بالتقرب للآلهة، من سواء الأديان السماوية والأديان الغير السماوية. يعني بهداك الوقت قبل 6000 سنة كان في أقوام كتيرة وأمم كتيرة بيجيزوا أبنائهم بالنار، يعني بيعبدوا إله فهن بيشعلوا نار لإله، بيقدموا طفل الخلقان جديد مثل ذبيحة لله، بيقدموه بقلب النار، بيعتبروا إذا نفد الولد هذا الولد مو منيح. شوفوا التفكير، إذا النار بلعت الولد، احترق الولد، الطفل بيعتبروا إنه الإله قبل هالذبيحة وأخذ الولد. هاي الأمم الغير التؤمن بأديان غير سماوية، وهي الأمم اللي حاربوها اليهود بهداك الزمن. هي كمان للناس اللي أوقات بتصيدوا بالمية العكرة وبيقولوا شو ذنب العماليق، شو ذنب ما بعرف مين اللي يا حرام حاربون اليهود، فلا تعرفوا شو كانوا عم يعملوا، وهذا جزء من اللي كان عم ينعمل. من العادات والتقاليد الأخرى بهداك الزمن هو اللي كانوا يجرحوا أجسادهم لميت، بيضربوا بيعذبوا حالهم بيجلدوا حالهم لينزل الدم، بيعتبروا هاي الطريقة اللي بترضي الآلهة. أيضا منهم اللي بيختنوا أعضاء بناتهم وبنيهم مثل الفراعنة. أيضا التعذيب الجسدي ما رح فوت فيه كتير هذا، لأنه يعني بحر كبير لحاله، ما زال يمارس حتى اليوم ببعض الطوائف من كافة الأديان، بيمارسوا بيعتبروا إنه قد ما بيعذبوا جسدهم أكثر وبيتعب الجسد، قد ما الروح بتعلى على قد ما بتصير صلواتهم قريبة من الله، هيك هالقد بيفكروا. فالرب الإله فينا نشوفه بوضوح كيف كانت نوعية الشعب اليهودي بهداك الزمن من موسى. يعني تخيلوا انتوا على السريع، في شغلات اكيد بتعرفوها، طلعوا من مصر، طلعهم الله بيد قديره من مصر، ضرب فرعون بضربات عظيمه، ما بعرف ماني متذكر 11 او 13 ضربه، من الجراد، من الدم بالمي بطلوا يشربوا، من الذباب، من اخر شيء وصل انه قتل كل بكر بمصر. طالع اليهود من قلب مصر بيد جباره، بيد قويه، ليثبت لكل الامم اللي على الارض انه انا الرب اله اليهود، شوفوا بأي قوة بشتغل وبوقف معهم لتعبدوني، لتبطلوا عبادة آلهة أخرى. ولكن الشعب اليهودي ذاكرته قصيرة، وهن بيقول عنهم الكتاب صلب الرقبة، يعني بينسى بسرعة وعنيد، وتفكيره كان كله غلط. مجرد موسى يتركهم، يعني تركوا المرة 40 يوم بس وطلع على الجبل يصلي، حتى بتعرفوا قصة انتو حجرين الوصايا، وما تأخر سنة سنتين، تأخر يعني 40 يوم، وبعد ما كانوا هن شايفين هالأعاجيب كلها بفرعون، وشايفين الرب عم يمشي قدامهم بنور ونار، وشايفين البحر شق قدامهم وفق الكتب السماوية، ورغم هذا كله طلع موسى 40 يوم والجبل كان محيط بهالة من نار ودخان. هذا كان مجد الله يتراءى بهذا الشكل لحتى يفهموا انه هون مجد الله لا تقرب اذا كنت انت مانك طاهر. ورغم هالشي بكل بساطة نادوا لهارون قالوا له تعال هي حلقاتنا وهي اساورنا، شرف عملنا عجل من ذهب لنقعد نركع نعبده. فالشعوب بهداك العصر ما بتقدر تتقرب من اله مانو جبار وهن عبيد عنده، ما بيقبلوا يتقربوا من الله محب، ما بيفهموا انه هن بيعملوا تمثال وبيركعوا ليل ونهار، بيرقصوا بيلطموا بيحاولوا يرضوا الآلهة بالذبائح، الدم هو التقرب. هالقد بيفهموا الشعوب. فالرب الإله مشي مع الشعوب وفق تفكيرهم تمام، ولكن شذب هذا التفكير. يعني اليوم انت ما بتمرق ابنك بالنار كل ما بتجيب ولد بدك تمرقه بالنار ارضاء للآلهة، لا، ولكن اختتن. فكان الختان هو علامة العهد. هلأ رح اشرح عنه اكثر. شو عمل ربنا برحمته على الانسان؟ اول شيء ما في شيء اسمه ختان للاناث ابدا. قال الرب بوضوح يختتن منكم كل ذكر، مشان ما يترك مجال للمرضى النفسيين ولو بعد 50,000 سنة يجي الا ربنا قصدك ابدا. ثاني شيء قال الله لإبراهيم، انتبهوا للختان شو المطلوب منه بالضبط. وأما أنت فتحفظ عهدي أنت ونسلك من بعدك في أجيالهم، هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك.
تختن منكم تختن منكم كل ذكر فتختنون في لحم غرلتكم فيكون علامة عهد بيني وبينكم ابن 8 أيام يختن منكم كل ذكر في أجيالكم وليد البيت والمبتاع بفضة من كل ابن غريب ليس من نسلك يختن ختانا وليد بيتك والمبتاع بفضتك فيكون عهدي في لحمكم عهدا أبديا وأما الذكر الأغلف الذي لا يختن في لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها إنه قد نكث عهدي. فهذا ميثاق العهد، ولليوم كل دين في ميثاق عهد معين واضح رمزي بيوصلوا بالرب الإله اللي هو بيتبع لإله. بالمسيحية في عنا المعمودية، هذا الرمز. بكل دين في رمزية معينة بطريقة صلاة، بطريقة دخول للدين، بجمل بيقولوها هاي هي عبارة العهد اللي بتكون بين الشعب وبين الرب الإله. ولكن شو هون اللي بيطلع؟ هذا هو اللي طلبه الرب من إبراهيم. قال له ابن 8 أيام، لا قال له اختون الكبارية والختايرية والرجال قال له ابن 8 أيام كل ذكر منكم بكل أجيالكم. وحط شرط تاني كتير مهم، وليد البيت والمبتاع بفضة، لأنه الرب الإله كان عارفان أنه اليهود رح يصيروا يتكبروا أنه نحن مختونين، هدول أهل القلف أهل شعوب الأرض لازم نبيدهم. فلأنه عرف الرب نواياهم سلف، فقال له وليد البيت والمبتاع أنت والعبد تبعك متساوين أمامي، عهد واحد بعطيك وبعطيه. ولكن إبراهيم لأنه هو حب هذا العهد يبلش منه ومن أبنائه لإله، كان إسماعيل عمره وقتها 13 سنة، إبراهيم عمره 99 سنة كان بوقتها، وكان إسماعيل عمره 13 سنة. أراد إبراهيم التقرب من الله، فبدأ من ذاته ومن ابنه، كان أول من اختتن على وجه الكرة الأرضية بهي الطريقة اللي طلب ربنا هو إبراهيم وإسماعيل وكل رجال أهل بيت إبراهيم. طيب لو كان ربنا بده إبراهيم وابنه يختتنوا كان أمره بصراحة، بلش منك من حالك، ما كان حدد له 8 أيام. 8 أيام الفكرة جدا عادلة حتى للطفل، يعني حتى بالعلم بيقلك الأمر جدا مؤلم، عمر 8 أيام ما هو مؤلم لإله، وعمر 8 أيام شفاؤه سريع جدا، يعني ممكن 24 ساعة 48 ساعة يكون الطفل خلص يعني مرتاح من أي ألم وأي وجع. هي إذا شعر بهذا العمر بهي الألم الفظيع اللي ممكن يشعر فيه الكبير لما بيختن. في شغلة تانية، هذا العهد إبراهيم قرره بده إياه منه ومن إسماعيل، ولكن الله أمره بصراحة إنه ب8 أيام، وقال له قال له بدي عهدي يكون مع ابنك إسحاق. فخلينا نشوف بتكوين 17-18، قال له إبراهيم لله ليت إسماعيل يعيش أمامك، فقال الله بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده. فرفض الرب الإله عهد إسماعيل ابن الجارية هاجر وأقام عهده مع إسحاق. فعطول نحن البشر نتزاكى بنفس الطريقة، ربنا بيطلب شيء أوقات من أوفر بنعطيه أكثر، ما يعني ما بنخسر ولكن ما بيستفيد، لأنه في طلب محدد بيكون بده إياه من كل واحد مننا، لا بنقدر ننقص لأنه بنكون ما وصلنا للمطلوب، ولا بنزيد لأنه بنكون عم نتعب حالنا على الفاضي. فبالتكوين 21-4 ختن إبراهيم إسحاق ابنه وهو ابن 8 أيام كما أمره الله. إذن عم نحكي هلأ عن الختان باليهودية. الختان باليهودية لا هو للصحة الجسدية ولا هو تطهير من الخطايا ولا هو عصمة عن الخطايا أنه هن شعب الله المختار، ولا لأنه هن أشراف القوم مثل الفكر السائد حتى اليوم، بل هو مجرد عهد أبدي مع الله، علامة بالجسد بيكون عهد أبدي تماما، مثل تحريم بعض الأطعمة، مثل تحريم الخنزير، مثل طريقة تقديم الذبائح اللي طلبها منهم الرب الإله. الشعوب بهداك الوقت ما بتقدر تتبع إله إذا ما شافت بعينه، وإذا ما كان هذا الإله يعني حتى حجر بيهمهم يكون حجر قدامهم، هو فقط منعهم من الحجارة ومنعهم من صنع الأصنام. اليهودية بتطبقه والإسلام بيطبقه،
طبعا لما بحكي عن الاسلام انا بتمنى برجع بكرر ما تتحسسوا مني، لانه نحن عم نتناقش باديان كامله، لا الهدف نرفع دين ولا ننزل دين، هي شرح للناس اللي ما بتعرف، وفي ناس كتير بالوطن العربي جاهلين جدا بكل الاديان وبايمانهم. بالاسلام لا يوجد ختان في القران اساسا، اذا بتشوفوا القران كله ولا ايه قرانيه طلبت الختان ابدا، ولكن هو الإسلام بشكل عام كدين اجتهد بجمع كل طقوس وعادات وديانات الشعوب المحيطة، سواء الديانات السماوية وببعض الطقوس الديانات الغير سماوية، لحتى يكون هو الدين الأخير الأكمل الجامع للكل. فممكن حتى تلاقي فيه طقوس متناقضة ما بتركب مع بعضها، ولكن اجتهدوا ليجمعوا علماءهم وفقهاءهم وشيوخهم بحيث يجمعوا القدر الأكبر من الطقوس، لحتى ما يبقى حدا من البشرية كلها شايف حاله على مسلم بشي بيعمله المسلم ما بيعمله مثلا. واجتهد المسلمون بتثبيت هالمعتقدات اللي استلموها بدون ما يسألوا إذا هي طلب من ربنا أو لا، ودائما بيبحثوا بالعلم على شيء يبرر لهم هاي الأمور. يعني عمل سيرش عن الختان بتلاقيه شيء بيقول لك، يعني ما بعرف بدون ذكر آيات، ولكن بيقول لك انه هذا الختان هو بيقوي القدرة الجنسية عند الذكر، علما انه بالعلم وبالطب ولا في شيء من هذا الحكي ابدا. بيرجع بيقول لك هذا بيقي من مرض الايدز، طلع هو وقاية من الايدز او السيدا، وكمان هي كذبة كبيرة، ولا شيء بيوقي من هذا المرض تحديدا، الختان ما بيوقي من هذا المرض. في شيء بيقول لك انه المطهرين المختونين اقل امراض من غير المختونين، كمان هي كذبه كبيره، لانه عيادات التناسليه والبوليه بالوطن العربي تشهد انه المسيحيه والاسلام نفس العدد عندهم، فنفس الامراض يصابوا فيها الاثنين. ولكن برجع بقول لكم بدعموا ابحاثهم، بيقول لك مثلا روح على منظمه الصحه اي بي او ار اي، فبتلاقيها قايلين انه فعلا الختان مهم للبشريه، شفتوا انه نحن الله ما بيقول لنا شيء، روح دور على هي الجمعيه اي بي اي ار اي، ما بتلاقي له وجود ابدا. هن مخترعين الاسم حاطينه متخيلينه، وعندهم ثقه كبرى بالشعب العربي انه ما بيعمل بحث ولا بيعمل سيرش ولا بيعذب حاله، بيستلم امور جاهزه وبينام وبيغفى، بفوت بغيبوبه بدون ما يدقق على مصداقيه هاي الامور. ولكن اذا بتعملوا سيرش ورا كل شيء علمي، بحث علمي بيعملوه، بتلاقي انه ما له اي اساس من الصحه. فلحد انه هو عهد وميثاق مع الرب الاله كشيء معنوي بقبله، بس تيجي تقلي هو لصحة أفضل بدك تجيب أدلة علمية، ولا يوجد لليوم حول العالم الدول اللي منعت الختان والدول اللي سمحت الختان بناء على عادات الشعوب الموجودة على بهي الدول، لا أكثر ولا أقل. خلينا نشوف هل هالعهد الأبدي مرتبط برضا الله؟ يعني لما اليهود توقفوا عن الختان، هل غضب الله عليهم وتوقف عن نجدتهم ومساعدتهم؟ بعد ما بنعرف قصة يوسف، باعوا اخواته لمصر، وبعدها صار شأنه عظيم بمصر، صار شأنه من شأن فرعون، وقدر يجيب عشيرته ابوه واخواته، والعشيرة كانت كبيرة، ما بعرف كم الف شخص اللي اجوا على مصر. وبعد موت يوسف جاب ولدين، بعد موت يوسف بعصور من الفراعنة وصل لفرعون، ما بيعرف شي عن يوسف ولا شايل له قيمة، ولا بيعرف يوسف شو قدم لمصر وكيف حمى مصر من المجاعة، من سنين المجاعة. هون استعبدوا الفراعنة اليهود بمصر، استعبدوهم عبودية، يعني ضايقوهم بلقمة عيشهم، ضايقوهم بطريقة نومهم بحياتهم، عبودية بكل ما يعني العبد من معنى. بهذا الوقت هون ما كان في ذكر ابدا للممارسات اللي عم يقولوا فيها اليهود، لاخر شيء بيقول لك صلوا ورجع ربنا نجدهم عن طريق عبده موسى. بمصر كيف بنعرف نحن انه يعني تغيرت عادات اليهود وتوقفوا عن معظم الطقوس اللي كانوا يعملوها للرب الاله؟ مثلا الذبائح ما كانوا يذبحوا، بطلوا يذبحوا اليهود، يقدموا قرابين حيوانات يعني للرب الاله، لسبب انه المصريين كان عندهم رجس، اللي بيذبح ذبيحه او بيربي حتى حيوان، بيربي غنم، هذا رجس عند المصريين الفراعنه، فما بيقدروا يعملوها اساسا وهن تحت حكم الفراعنه. موسى
لما جاب ولد ما ختنه مثلا. بيروي الكتاب عن بالخروج 4:25 عن صفورة زوجة موسى هي اللي ختنت ابنها بصواني خوفا من غضب الرب الإله. معناتها موسى ما كان ماشي، كان ماشي على شريعة الفراعنة. هذا دليل تاني قبل شوي انه الفراعنة ما كان الختان عندهم قبل اليهود، ولكن ايضا الفراعنة هن حضارات بتتأثر بالحضارات المحيطة، يعني خاصة بعد ما ربنا نصر اليهود طبيعي انه هن يشوفوا شو القصص الروحية اللي بيعملوها لحتى يعملوا مثلها. بنو اسرائيل لما طلعوا من مصر كانوا مختونين، ما عدا موسى ما انذكر عنه شيء ابدا كونه موسى تربايه فراعنه مو تربايه يهود اساسا. وربنا ما طلب، انتبهوا، ربنا ما طلب من قبل ما يطلعوا، يعني على طول ما في شرط الختان، ما قال له اختتنوا بطالعكم، اختتنوا بعطيكم ارض الميعاد، اختتنوا لحتى شق البحر قدامكم، ابدا على الاطلاق. فكان الرب بعد ما طلعوا من مصر بيد قديرة بدأ عهد جديد، هو عهد تقديس أيام للرب وطقوس أكثر للرب وفروض أكثر للرب، لأنه شاف الرب أنه الشعب بينسى، الشعب بحاجة لقيود. إلى حد هذا الزمن شوفوا المؤمنين حول العالم من كل الديانات، إذا ما حطوا لهم أمور تعجيزية وصوم تكسير عظام وصلاة تبع بده يفيق واحدهم بنص الليل وهيك بتاكل وهيك بتشرب وهيك بتغسل وهيك بتعمل وهيك بتساوي، ما بينالوا عيش، ما بيعتبر حاله عم يعبد الله. مجرد تجي تعطيه حرية تقول له ربنا حررك، ما بده هالقصص كلها منك، بشك إنه هذا الله. فلغاية اليوم بعد عشرات آلاف السنين من وجود البشرية ما زال الإنسان بيستحلي العبودية وبيستحلي الطقوس وبيحب الرسن يكون على رقبته لحتى يعرف يعبد الرب الإله، أو بيطلع وبيلحد إذا ما عجبه طريقة العبودية. فلما شاف الرب الإله إنه الشعب هالقد بيحب هو مين يستعبده، فرض عليهم طقوس أكثر، ولكن نحكي عنها بحلقات تانية، بطرق رحيمة جدا للحيوانات وللأرض اللي عايشين عليها ولإلهم لحتى ما ينهكوا كل شيء عايشين حواليه بالطقوس اللي عم يقوموا فيها. دليل تاني على أنه الشعب اللي طلع من مصر ما طلب منه ختان، 40 سنة بيقول الكتاب بقيوا بالبرية بدون ختان. بعدين تخيلوا بيروح سفر كامل وموسى بعد مشي معهم 40 سنة وكل الأحداث اللي عملها النبي موسى، آخر شيء بيجي ليشوع بسفر يشوع الإصحاح الخامس الآية 2، قال الرب ليشوع اصنع لنفسك سكاكين من ثوان وعد تختم بني إسرائيل ثانية. فكانوا اللي طلعوا من مصر مشروح عنهم هذا الموضوع، ما عاد ختنوا أولادهم أبدا، فهن يعني هن بيعرفوا تماما اليهود، هذا الشيء اللي نحن ما بنعرفه، والإسلام أخذوا الطقوس بدون ما يفوتوا أبدا بمضمون الروحي ومعناها وليه عم تنعمل، خلص تطبيق كفرض ممنوع النقاش فيها أساسا. بإرميا اللي هو بالعهد القديم بالتوراة الإصحاح 4:4 بيعطي الرب الإله المعنى الحقيقي للغرلة والختان المطلوبة من البشر، بيقول اختتنوا للرب وانزعوا غرل قلوبكم يا رجال يهوذا. الختان المطلوب هو ختان القلب، ختان القلب وتطهير القلب، مو الأعضاء الذكرية والأنثوية. خلصنا من اليهود، طبعا في ايات كثير ما حبيت اجيب لكم غير الشيء اللي كثير يعني بيشرح عمق الختان. بالعهد الجديد خلينا نشوف ليش المسيحيه بطلوا يختنوا، هل الرب تغير؟ يعني الرب اللي عمل العهد مع اليهود غير حاله وغير شكله بالمسيحيه، ولا شو صار بالضبط؟ تلاميذ السيد المسيح كان في منهم، طبعا انتم بتعرفوا هذا الحكي، تلاميذ السيد المسيح اللي عاصروه كانوا معه كانوا يهود، فهن اوريدي مختونين على شريعه وفق شريعه اليهود. السيد المسيح نفسه ختن باليوم الثامن، اخذته مريم العذراء ويوسف النجار وختنوا وفق شريعه اليهود، هذا الشيء يعني معروف جدا. التلاميذ لما انتشرت المسيحيه بعد صعود السيد المسيح وقال اذهبوا الى كل الامم، كان اول شيء لبني اسرائيل، خراف بني اسرائيل الضاله. بعد ما صعد وأتيت لخاصتي وخاصتي لم تعرفني واذهبوا وبشروا كل الأمم، فصارت البشارة الأمم مين؟ الأمم اللي بيجيزوا أولادهم بالنار، واللي بيختتنوا، واللي منهم ما بيختتنوا، واللي منهم بيضربوا حالهم بيجلدوا حالهم، لا لا، في عدة
افكار لطرق العباده، واللي بيعبدوا الهه اخرى اساسا، ما بيعبدوا الرب اله اليهود، خلينا نحدد هون بهي الفترات. فهون بولس وبطرس ويعقوب، بطرس كان نوعا ما يعني معهم عليهم وعليهم، تلميذ بطرس يعني بيقعد مع المختونين بيتباهى بالختان، ومن بعد المسيحيه بيقعد مع الامم كمان بيسايرهم وبياكل وبيشرب معهم وفق الرؤيه اللي شافها. اما بولس كان مثل السيف كلامه، ما عنده محاباه ابدا، وفق على قد ما عذب مسيحيين وقتل مسيحيين، لما اعتنق المسيحيه اعتنق للموت، يعني صار مثل بده يكفر عن خطاياه، فكان جدا حد بهي القصص. ما تزوج يعني، بينما بطرس تزوج على سبيل المثال. ف بولس الرسول كان بيشوف انه المسيح بيغني عن كل الطقوس، خلص انكسرت كل الطقوس، كل القيود اللي ممكن تقيد اي تعامل مع الله، ما عاد في داعي لها. ولانه الختان كان محل فخر لليهود، بالرساله الى تيتوس الاصحاح الاول ايه 10 بيقول: يوجد كثيرون متمردين يتكلمون بالباطل ويخدعون العقول، لا سيما الذين من الختان. فصاروا اليهود مثل اليوم، بتلاقي حتى لليوم المختون بيشوف حاله اوقات على غير المختون، اوقات غير مختون بيشوف حاله على المختون، ما بفهم ليش يعني انا، بس هل ادعى الرجال اوقات بهداك المنطقه من الكوكب. فبغلاطيا خلينا نشوف بالمسيحية شو صار بالختان. بغلاطيا الإصحاح 6 الآية 13: لأن الذين يختتنون هم لا يحفظون الناموس، بل يريدون أن تختتنوا أنتم لكي يفتخروا في جسدكم. بصير الفخر بالجسد، شوفوني أنا معمدة، هي عند المسيحية هلأ، شوفوني أنا عندي ميرون، شوفوني كيهودي أنا مختون. فلحتى ما يفتخر حدا بالجسد، لحتى نعرف تماما انه الخلاص بالمسيح يسوع، وقفت وابطلت المسيحيه اي اعمال واي طقوس ممكن انه يكون من شأنه انه الانسان يفتخر بحاله، انه قريب من الله لاني انا عملت كذا، لا، لانه بنعمته هو حب يباركك، ولا لاي فضل لك انت عملته، ولا بتقدر تعمل شيء. ايضا بكورنثوس الاولى، الرسالة الأولى إلى كورنثوس الإصحاح 7 الآية 18: إن دعي أحد وهو مختون، بيقول بولس الرسول، فلا يصر أغلف، وإن دعي أحد في الغرلة فلا يختتن. ما بقى في داعي، لأنه صارت القصص هي ثقل على الشعوب. يعني واحد جاي بده يعتنق اليوم المسيحية، واحد عمره 40 50 سنة وقال لي بدي أتعمد، بيجي بقول له أنا أروح أتطهر بالأول؟ يعني ما عنده قدرة يحتمل هالوجع كله بهذا العمر، أو عنده مرض معين، أو عنده شيء معين بيمنعه، ما بده، ما له علاقة هي القصة بعبادة الله. فبتصير ثقل على الشعوب، بتمنعهم من الخلاص، يعني انت عم تمنعهم يعتنقوا دين معين بسبب الطهور، بسبب الختان. فالانجيل وتلاميذ المسيح طلعوا انتفضوا على هاي القصة وقالوا العهد والميثاق كله مع الرب الاله، عطانا عهد جديد بالمسيح. فهلا كمان بحكي بصلب هاي القصة. بغلاطيا الإصحاح 6 الآية 13 بيقول: لكن لم يضطر ولا تيتوس الذي كان معي وهو يوناني، اليونان ما كانوا يختتنوا، أن يختتن. فإذا ما اضطر حدا، ولا حتى التلاميذ اللي كان لهم شأن وعاصروا التلاميذ ومشوا معهم وصاروا هن رسل وتلاميذ، ما اضطروا أبدا يختتنوا، لأنه المسيحية ما بتحمل أعباء على البشر، تعرف تماما. يعني سيد المسيح من لما قال من منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر للزانية، كسر نير العبودية، كسر معنى أنه يكون حدا يقيدك بأي سلسلة أو بأي قيد معين من أي نوع معين، لأنه بالأساس الرب الإله ما بده هاي القيود، البشر طلبوها، البشر اللي ما بيقدروا يمشوا بدون قيود وبدون طقوس. بأعمال الرسل طبعا ما رح أقدر أقولها، لأنه روحوا أعمال الرسل الإصحاح 15 طويل كتير، بتشوفوا قصة بطرس وبولس ويعقوب لما وقفوا خطبوا، كان في خناقة بين الرسل على هاي القصة. بالنهاية قال يعقوب: أنا أرى أن لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم. فكان سبب إبطال الختان انه ما في داعي له، هو لسبب واحد، انه هذا ثقل ما له طعمه، ما له علاقه بالمسيح، المسيح ما طلبه ابدا، فلشو بده يقوموا فيه مسيحيين؟ لشو نحطه نحن كيهود انه انت روح اعمل يهودي وارجع. القصه الاهم بهذا الموضوع اليوم، نحن ما بنقدر، اذا انت بدك تكون ابن ابراهيم
بدك تمشي مثل ما مشي ابراهيم تماما، مو بس بالختان، مو بس بتروح بتاخذ ابنك عمره 8 ايام وبتطهره، بدك تمشي بكل الوصايا. ما فيك تكون عم تزني وتقول انا ابن ابراهيم، ما فيك تكون انت بتسرق وتقول انا ابن ابراهيم. فاليوم بدك تنفذ كل الناموس وترجع بعدها تفوت وتتعمد بالمسيحيه لتكون لك هذا الخلاص، اذا انت حابب هيك تعذب حالك هالقد. ولكن بالمسيحيه مانك مضطر للطقوس اللي قبلها، ولكن اذا انت شعب بتحب الطقوس ما في مشكله، فوت بس اعملها كلها. بيقول بولس برسالته الى روميا الاصحاح الثاني الايه 25 ان الختان ينفع ان عملت بالناموس، ولكن ان كنت متعديا الناموس فقد صار ختانك غرله. يعني التطهير تبعك مثل قلته تماما بالعكس. ايضا ببولس الى اهل غلاطيا من اصحاح 2 للاصحاح 4، هذول اصحاحين كثير كبار مو بس ايات، فما فيني اقراهم كلهم، ولكن بيقول بصريح العباره لتعرفوا انه هذا هو انت حر شو بتعمل فيه. كان بطرس ياكل مع الامم، ولكن ما ان كان يرى يهوديا كان يفرز نفسه وحيدا خائفا من الذين هم في الختان. فكانت القصة عندهم إياها فقط لأنه برجع بقول لكم كان هو علامة فخر إنه أنت مانك مختون، معناتها ناقص، معناتها أقل، معناتها ما في علامة عهد مع الرب الإله. هيك كانوا يشوفوا اليهود، ولليوم اليهود بيفتكروا حالهم شعب الله المختار. لليوم ما بيقدروا يطلعوا من هي القصة، ولا عاد قدروا يشوفوا عصر النعمة، لساتهم بنفس الطقوس والقيود من عصر إبراهيم وحتى اليوم، ما بعرف شو ناطرين لتنفك القيود عنهم. بنفس الإصحاح الثاني الآية 16 من رسالة بولس إلى أهل غلاطيا بيقول إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس بل بإيمان يسوع المسيح. آمنا نحن أيضا بيسوع المسيح لنتبرر بإيمان يسوع لا بأعمال الناموس، لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر جسد ما. فاذا انت هاي الاعمال تبع الناموس، تقديم الضحايا والذبائح للرب الاله والصلوات باوقات معينه، غسيل الايدي، هي كلها طقوس يهوديه بالنتيجه، اللي هي مثلا وضوء وغيرها، كل عمل طقسي له علاقه بالجسد بتقوم فيه انت قيام جسدي او من برا بالشكل الخارجي، هذا ما بيبررك قدام الرب الاله ابدا. مثلهم مثل قلتهم تماما، ولا فيك تطلع لعنده تقول له انا كنت صلي لك مثلا 5 ركع، او عند اليهود ما بعرف يمكن 4 ركع، ولا عند المسيحي انه انا كنت روح على الكنيسه كل يوم احد، هذا كله ما بيفيدك، هي كلها طقوس. الايمان اللي من جوا والايمان بيسوع المسيح هو اللي بيبررك امام الرب الاله. بالاصحاح الرابع بيوضح سبب ختان اليهود، وبعتذر اذا حدا رح يفهمها لطشه لإله مشكلتك، انا عندي امانه بدي اوصلها للناس المفروض تفهم، والناس صارت شواقه لتفهم حقائق على فكره، ما رح نضل نساير بعض كثير. بيقول ما دام الوارث قاصرا لا يفرق شيئا عن العبد مع كونه صاحب الجميع. الوارث اللي هو عنده الميراث اذا قاصر تحت عمر 18 مثله مثل العبد، ما بيقدر يتحكم بميراث ابوه، فمثل العبد تماما، لو انه هو مالك كل شيء بس ما بيقدر يتصرف بشيء. بيكمل هكذا نحن لما كنا قاصرين كنا مستعبدين تحت أركان العالم، ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. فإجا تحت ناموس اليهود وقام بكل ما قاموا فيه اليهود لحتى يفدي الذين تحت الناموس بالدرجة الأولى، هدول الشعوب اللي أول من تبعت الرب الإله وبعدين ليكون للأمم. إذا لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح. فهون نحط حد بالختام وبالنتيجة لكل أنواع الطقوس اليوم لتفهم شغلة كثير مهمة. شو معنى نكون أبناء الله؟ انت كمسيحي لازم تقدر تقدر هاي القصة، لانها ما اعطيت لك من شرف منك ولا من مركز رفيع لابوك ولا امك عملت اعمال صالحة، انت حصلت كمسيحي على هذا البنوة بالميراث فقط. انت يعني خلقت من عائلة مسيحية ما لك فضل ابدا فيها، ولكن بدك تعرف تشكر ربنا على نعم عتقك من طقوس الناموس اللي هي مفروضة على العبيد الى حد اليوم. الدين الإسلامي والدين اليهودي هم يعبدون الله عبادة ما في علاقة بنوة أبدا
أبدا ما في شراكة بنوة أو حب بيجمعهم بالله الآب، في علاقة عبودية واستعباد وتذلل. العبد على طول ما بيقدر يفوت عن عن لعند السيد يفتح الباب ويفوت دغري، في طقوس بده يعملها، في بيخصوه قبل ما يشغلوه عندهم بالبيت، ممنوع عليه أمور معينة، بده يفيق وينام بأوقات الابن. الابن حر ايمت بيفيق وبينام، البنت حرة كيف بتلبس، العبدة لا، العبدة في طقوس معينة والخدم في إلهم لباس معين يقوموا فيه غير البنين. أنا آسفة من هل يمكن العالم يفتكروها شوي عنصرية، وإنما هي حقيقة إيمانية. وأنت اليوم أنا ما عنصرية، أنت عندك خيار تكون ابن أو تكون عبد، أنت مختار العبودية. اليوم المجال مفتوح للي حابب يكون ابن، واليوم في أبناء للمسيح مع الأسف عبيد، يعني في أبناء ومعتبرين مسيحيين ومعمدين وما زالوا هن بيجيبوا طقوس على حالهم. هلأ ما رح أذكرها، ما بدي أعلق وأفتح على حالي 6000 جبهة. إذن بالمسيح تغير العهد مع الله من عصر العبودية إلى عصر البنوة، فلم يعد الختن، الختن بالنون اللي هو الختان، لم يعد هذا هو علامة العهد، بل بات الختم، ختم الروح القدس الموجود على جباهنا كلنا كمسيحيين، هو الذي يميزنا أمام الله، هو علامة العهد الجديد. وبما أنك عندك الختم، أنت مانك محتاج لأي نوع تاني عهد جسدي أقرب وأكثر وضوح من الختن ومن ختم الروح القدس على جبهتك. برسالة بولس إلى كولوسي بالخاتمة الإصحاح الثاني الآية 9 بيقول: إنه فيه أي في المسيح يحل كل ملء اللاهوت جسديا، وأنتم مملوءون فيه، الذي هو رأس كل رئاسة وسلطان، وبه أيضا ختنتم ختانا غير مصنوع بيد، بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح، مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضا معه، وإذ كنتم أمواتا في الخطايا وغلف جسدكم أحياكم معه، مسامحا لكم بجميع الخطايا، إذ محى الصك الذي علينا في الفرائض. فهون في اختصار برسالة بولس إلى كولوسي الإصحاح 2 الآية 9 واضح وصريح كيف بيجي العتق من الخطايا، وكونه ما في خطايا ما عاد في داعي للطقوس، ما عاد في داعي للفرائض، الفرائض والطقوس والشريعة والناموس وضعوا على العبيد للتكفير عن خطاياهم ليستطيعوا للتقرب من الرب الإله. بما أنه المسيح صالحك مع الرب الإله، ما بقى في داعي لهي الطقوس أنك أنت تقوم فيها. فهي الآية إذا بنتمعن بكل كلمة فيها من أروع ما يعني قيل عن الختان، وليش أعفينا من هذا النوع من الطقوس. ولكن أنا كماجي مثلا لما جاني كريستيان الله يخلي ولادكم، ختنته باليوم الثامن، طلبت من زوجي، وزوجي طبعا يعني ضد الختان تماما، انه يا عمي نحن مسيحيين ما لنا يهود، وليه بدي اختنه، وين مكتوب بالانجيل لازم اختنه. فحاول معي كثير، انا راسي يابس شوي بهي الامور والمعتقدات لسبب، انتبهوا، انا ما ختنت ابني لان هي طقس يهودي ولا تقرب من الله ولا لان شيء مكتوب بالكتاب المقدس بالعهد القديم ولا لاي سبب من الاسباب اللي لها علاقه إيمانيا بالله، ولكن عشقا بالرب يسوع المسيح. أنا شخص يسوع المسيح بيعني لي كثير، هذا المعشوق الأوحد، هذا اللي شو ما عمل بدي أعمل، قال كونوا مثلي بدي أعمل كل شيء مثله، بدي أولادي يكونوا مثله، فختنوه أوكي بدي أختن ابني، فهي لا أكثر ولا أقل. وحتى هلأ إذا ربنا راد والولد الثاني طلع صبي كمان بدي أختنه باليوم الثامن، ما بعرف إذا بأمريكا بيختنوا الأطفال، بدي أبقى شوف هاي القصة.